مشاهدي قناة الإعلامية أنفاس تي في داخل المغرب وخارج المغرب، ميكرو فريد بالضبط مركب الثقافي محمد الخامس بمقاطعة الفداء ضمن مهرجان في دورته الأولى، مهرجان الفداء للمسرح في دورة المرحوم الحسين الحوري. لا بغيتوا تشوفوا أجواء هذا المهرجان، أجوا معنا. يمكن لي نقول وهو أنني جد مسرور وفرحان بهذا المهرجان الأول الوطني واللي كيرجع الفضل لمقاطعة الفداء، لأن هذه الانطلاقة ديال هذا المهرجان غادي يكون إن شاء الله انطلاقة جديدة لإحياء الحركة المسرحية بمقاطعة الفداء بدرب السلطان. ودرب السلطان هو منبع النضال والمقاومة ضد الاستعمار، درب السلطان هو منبع الثقافة، درب السلطان هو منبع الأدباء والشعراء، درب السلطان هو منبع الفن الدرامي المسرح، درب السلطان هو منبع الرياضة والرياضيين. فكنشكر جزيل الشكر للسيد رئيس مقاطعة الفداء، هو رجل جمعوي وكيعرف أن درب السلطان فيه نخبة وتلة من المثقفين والمفكرين، وحاول يعمل هذا المهرجان كما قلت لانطلاقة جديدة للحركة المسرحية والثقافية، فشكرا له. أما فيما يتعلق تكريمي فهو اعتزاز وفخر أن أكرم بهذه المنطقة التي أعطيت فيها الكثير في الميدان المسرحي، فشكرا لإدارة المهرجان كذلك عسول وبنان واللي فكروا في الإخوان الفنانة دي درب السلطان الجيل الثالث، والأسماء راها كثر.